يا فندي تدخل من غير ما تاخد اذن من السكرتاريه. كل اوراقك هتلاقيها بره. والا الوكيل اتغير والوزاره كلها اتغيرت. اتفضل بقى روح لشغلك. وطبعا انت عارف شغلك ايه دلوقتي. رجاعه المستخدمين، هتمسك الصادر والوارد. خلي بالك انا ما اقبلش غلطه واحده في الشغل، مفهوم؟ اتفضل يا فندي. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الأفندية، أنا بقدم لك يا حامد أفندي المصحف ده هدية علشان تفتكرنا كل ما تقرأ فيه. بسم الله ما شاء الله. الفطار جاهز يا حامد، عامله لك بيض بالزبدة هتاكل صوابعك وراه. مالك يا حامد؟ ياه الشتا عامل عمايله. انت بردان يا حامد؟ طب تعال تعال ابقى برد حتتك. يلا تعال. الدنيا عجيبة، يجي الشتا متعافي زي اللي فاكر انه حيدوم، ياخد يومين ويمشي، ويجي الربيع تزهد الدنيا وتحلو، لكن ما بتدومش، مفيش حاجة بتدوم، مفيش حاجة بتدوم غير وجه الله. وكلنا وكلنا
الله يرحمه. ما تتصوريش قد ايه كان نفسي اتعرف عليه قبل ما يموت. هو كمان كان نفسي اشوفك يا حبيبي يا بابا. ملحق. وبعدين بقى يا منيرة كفاية عشان خاطري. هي الدنيا كده. أنا أصلي بموت وفقدت كل حاجة. ما تتصورش البيت كئيب ازاي من غيره. قول لي شبري بيفكرني بيه. أصله كان حنين قوي. كان نفسه يطمن عليا. ما عشان كده لازم نحقق أمنيته ونتجوز. معقولة يا سليمان؟ معقولة نتجوز وبابا لسه ما فاتش عليه ست شهور؟ الحزن في القلب يا منيرة. أنا هكلم محمد في الموضوع. سليمان أخوه فؤاد اتصلوا بيا النهاردة وعايزين يجوا يزورونا بخصوص موضوع منيرة. بيني وبينك يا ماما أنا طلبت منهم مهلة، بس أخد رأي حضرتك الأول. قلت إيه؟ مش عارفة أقول لك إيه يا محمد. ماما أنا عارف إن الظرف مش مناسب لحاجة زي كده، لكن بابا الله يرحمه كان نفسه يشوف منيرة بيتها، كان نفسه يفرح بيها. وأنا كان نفسي قلبي يبقى فاضي لفرحة منيرة. ده أنا استنيتها كتير. مش عارفة لما الفرح هيجي هيلاقي مكان ولا لا. قلبي مليان حزن على أبوك يا محمد. يا ماما ربنا يصبرنا جميعا. بقول إيه؟ بعد إذنك أديهم خبر يشرفونا بكرة؟ ها؟ اللي تشوفه يا ابني. سليمان ايوه فؤاد. ايه الاخبار؟ محمد اتصل بيك؟ ايوه يا سيدي، وهنروح نزورهم بكره. هايل يلا بقى يا عريس، حضر لنا لقمة على بال ما اغير هدومي احسن، انا ميت من الجوع. حالا. الو. طيب حاضر، انا جاي حالا. سليمان ايوه فؤاد. ايوه فؤاد. انا مش هقدر اروح معاك بكره. ايه؟ في ظروف تمنعني من المروح. تروح لهم بكره الصبح بدري وتعتذر لهم بالنيابه عني وتقول لهم ان انا حاضرهم في اقرب فرصه ممكنه. يا فؤاد الناس تقول عليا ايه بس يا اخي؟ ده مشوار مش هياخد منك نص ساعه. الميعاد بتاعك ده ممكن يتاجل. اللي ورايا لا يحتمل التاجيل نص ثانيه. لما تعرف هتقدر. سلام. صباح الخير يا منيرة. يا بختك يا عم سليمان، هتتجوز احلى عروسة في الدنيا. بقولك ايه؟ فيش طلبات تانية اقدر اجيبها لك؟ اوعى تنسى التورتة. تورتة؟ بالعين دي؟ قبل العين دي. تسلم عليك. ايوه جاي. افتح الباب امسكي كده. ثواني. يا ولد. اهلان. اهلا استاذ سليمان. اهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا. اتفضل. لا معلش انا اصلي جاي اعتذر نيابه عن اخويا فؤاد، في ظروف طارئه حصلت له وبيطلب تاجيل ميعاد يوم الخميس الجاي. اصل اتفضل. لا معلش اصل الوقت مش مناسب دلوقتي. مش مناسب يا راجل، على الاقل يعني تتعرف على الست الوالده. اتفضل. كده في الحاله دي بقى. شكرا. رشاد تعالى هنا يا ولد. رشاد امسكوا يا عبد. ايه ده؟ شوف بهدلت نفسك ازاي؟ معقوله دي يا رشاد مش هتبطل شقاوه بقى؟ اوعى. ثانيه واحده، مالك البابيونه دي؟ ده كلام يا رشاد. يلا يا حبيبي عشان نلحق نروح حلوان. يلا. ايوه كده، وانت كده قمر. يلا عشان نساعد البابا. يلا. اوبا. انت متاكد من اللي بتقوله ده؟ يلا يا بابا. كارثه يا كوثر. كارثه؟ الجيش استولى على الحكم. بني وطني، اجتازت مصر فتره عصيبه في تاريخها الاخير من الرشوه والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تاثير كبير على الجيش.
وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف، لأن هذا ليس في صالح مصر، وإن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل. أهلا تعال. وسيقوم الجيش هذا متعاوناً على وأموالهم، ويعتبر الجيش نفسه مسؤولاً عنهم، والله ولي التوفيق. دلوقتي عرفنا السبب اللي خلى فؤاد ما يجيش. وأنا كمان دلوقتي فهمت كل حاجة. ربنا معايا مع أخوانه. أخيرا ولاد مصر قالوا يقولوا لا، كفاية كفاية بقى فساد. ما تسباش الأحداث يا محمد، احنا لسه ما نعرفش الجيش خرج ليه. هيكون خرج ليه يا منيرة؟ غير انهم زهقانين من اللي بيحصل في البلد وعاوزين نحط له حد. احساسي بيقول لي ان حركة الجيش فيها خير لكل بلد. ايوه بس لو حصل صدام مع الحرس الملكي ولا الانجليز دخلوا، محدش عارف هيحصل ايه. طمن طمن، انا عارف مجموعة منهم، دول رجالة واكيد حاسبينها كويس. هينتصروا على الملك والانجليز ان شاء الله ان شاء الله يا رب. انا رافض التعاون علي ماهر ووزارته معاهم. بالعكس يا عبد القادر، ده واضح انها حركة حيادية، اختارت وزارة مستقلة. دي مش حركة اصلاح زي ما بيقولوا، انا متأكد ان لهم طموح اكبر من كده. ده انقلاب عسكري ناوي يسيطر على الحكم. يا عبد القادر دي مفيش دليل على كده، نستنى ونتابع. مش يمكن تغير رأيك؟ مش يمكن الاحزاب كلها تغير موقفها الرافض؟ انت متعاطف معاهم بس لان منهم اعضاء من جماعتكم. الدليل على نيتهم في السيطرة يا استاذ الاشاعة بانهم هيخلعوا الملك. يا ريت يا عبد القادر بيه، يا ريت. خلعوا الملك؟ عارفة يعني ايه خلعوا الملك يا كوثر؟ يعني نجحوا في تغيير نظام الحكم. فين بس التغيير يا نعمان؟ ما هم عايزين ابنه بدال ملك راه ملك جه. دي مناورات سياسية أنا عارفها كويس أوي. اسأليني أنا، الولاد دول مخهم كبير أوي، بس مش عايزين يشقلبوها، مش عايزين يجيبوا عليها وطيها مرة واحدة. النهاردة ملك تحت الوصاية، بكرة مفيش ملكية، وبعدين يعملوها جمهورية. التاريخ بيقول كده. ومال يا نعمان، انت برضو قدوم وقدوم. خلاص اتعرف عليه وبرجله. حاولت، مش عايزين يفتحوا باب التفاهم مع اي حد من رجال الاحزاب. خلاص يا كوثر راحت علينا، الايام اللي جاية ما بقتش ايامنا. ربنا يستر. فؤاد اخويا من الضباط الاحرار يا منيره، يعني من الحكام. اخ لو كنت معايا وشفت باشوات البلد وهم بيتملقوهم في المؤتمر اللي عملوه. محمد اخويا بيمدح فيهم قوي، الشعب كله فرحان. اه طبعا، ده فؤاد مشغول جدا طبعا بحكم مسؤولياته، لكن بالرغم من كده قال لي جوازك انت ومنيره لازم يتم وباقصى سرعه.
ده ناوي يعمل لنا حته فرح انما انتيكه. اهلا 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 فؤاد. اهلا اهلا اهلا. ده البيت نور، ده حلوان كلها نورت يا راجل. اهلا اهلا يا محمد، ازيك؟ وحشنا يا راجل. اهلا بعروستنا. اهلا وسهلا. اكيد دي والدتك. اي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا نورت. اهلا يا فندم، ده شرف عظيم لينا. انا كان نفسي من زمان اتعرف بحضرتك لكن الظروف بقى. انا عارفه يا ابني، ربنا يحميكم ويوفقكم. ها تحبوا نكتب الكتاب امتى؟ كتب كتاب على طول كده؟ طبعا، امال هنستنى ايه؟ ولا ايه يا عروستك؟ انا بقترح الخميس الجاي في نادي الظباط، وللاسف مش هقدر استمتع بوجودي معاكم اكتر من كده. احنا طبعا عارفين مشاغلك يا فؤاد، لكن ولا حتى فنجان شاي. فنجان شاي ده بيتي يا محمد، معقول هتعزم في بيتي؟ ربنا يتمك بخير. اتفضل. مبروك. تشرفنا يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة بيه. مع السلامة يا فؤاد بيه. أنا لسه مشرفته. حصلت لنا البركة. مع السلامة يا فندم. والله راجل ابن حلال قوي يا ماما، ابن حلال قوي. ايوه يا محمد، بس ما كانش عنده ربع ساعة نقعد نتكلم فيهم. يا ماما الراجل مشغولاته كتير قوي، ده كفاية مشغول البلد كلها دلوقتي. ايوه بس مش ممكن نكتب الكتاب بعد جمعة، مش هنلحق نعمل حاجة، ولا ايه رأيك يا منيرة؟ واحنا هنا كنا هنعمل ايه بس يا ماما؟ على رأيي. مبروك يا حبيبتي. خلاص يا محمد، كتب كتاب منيرة يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. وانا بقول لك كتب كتاب انت وألفت معاهم في نفس الليلة، زي ما كان المرحوم ابوك عايز بالظبط. وبعدين منيره هتروح على بيتها وانت تجيب الفه مراتك وتيجي تعيشوا معايا هنا. انا ما اقدرش اقعد لوحدي دقيقه واحده، فاهم؟ حاضر يا ماما.
هفضل واقفه كده على الباب مش هتقولي اتفضلي؟ اهلا استاذ، اتفضلي يا فندم. اهلا بيك. انا جايبه لكم فطار العرسان. هي العروسه فين امال؟ لسه نايمه ولا ايه؟ يعني انا قلت بقى ما عزمتونيش في الفرح اجي انا اعمل الواجب. تخيرك. ما تخش تصحي العروسه عشان ابارك لها. حاضر. صباح الفل والبنور على عروسة القمر. شفت يا ست حماتك؟ سابت لنا البيت النجمة وراحت عند منيرة. اتفضلي اقري. أمال مين اللي بره؟ دي ميرفت. مين؟ ميرفت. لا هي حصلت تيجي لغاية هنا كمان؟ الست دي عايزة مني أنا، مش قادرة أفهم. مش كفاية إني سبت لها بيتي؟ عروسة الحلوة صفحة عصبية ليه؟ بعدين انا مش هقبلها ومش عايزه اشوفها طول حياتي. ألفت الست في بيتنا وجايه تعمل واجب، الله اعلم كده انها اتغيرت وجايه تفتح صفحه جديده. البلد كلها فتحت صفحه جديده يا ألفت. انا شخصيا بقيت حبيب الدنيا قوي 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 طول ما ألفت مراتي حبيبتي جنبي. يلا ماما تعالي قبليها عشان خاطري. يلا ماما تعالي. ها تعالي. النبي احسن حسوه في عين اللي يشوفكم ولا يصليش على النبي. الف مبروك يا عروسه. مبروك. اهلا. كده برضو تعملوا الفرح ولا تعزمونيش؟ مين اولى مني يقف لكم في يوم زي ده؟ ده انا ام العروسه وام العريس ولا ايه يا متر؟ اهلا وسهلا. اهلا. اهلا بيك. تحب تشربي حاجه؟ لا ملوش لزوم، ما تتعبوش نفسكم. انا كنت جايه في كلمتين. اتفضل. انا ما كنتش عايزه اتكلم في الموضوع ده قبل كده، قلت يا بنت عيب ما يصحش مش وقته. لكن بقى لما ربنا كرمكم والحزن زال عنكم قلت فاتحكم بقى، وانتوا مش معقول هتاكلوا حقي. حقك؟ طبعا يا متر، حقي في مراس المرحوم ابوها وحقي في مراس المرحوم ابوك. هو انا مش برضو ابقى ام العروسه وام العريس؟ صفحه جديده. ده لو الدنيا كلها اتغيرت الست دي عمرها ما هتتغير. ليه بقى؟ شفتيني دخلت محكمه ولا بعت لكم محضر؟ وانت كمان كنت عايزه تبعت لنا محضر؟ معاش ولا واعي اللي يعمل فيكوا كده. ما دام انا هاخد حقي بما يرضي الله. حقك في المراسيل ربنا حللهولي، تحرميه انتي. شوفي يا مدام ميرفت. يا نعم. حقك هيوصلك لغايه عندك، بس من فضلك البيت ده ما تعتبهوش تاني. الله، ده انت بتطردني بقى. ايوه بنطردك. وتفضلي الحاجات اللي انت جايباها، مش محتاجين منك حاجه. متشكره. عداك العيب يا متعلمه يا بنت الوصول. على العموم كل واحد بيعمل باصله. مستنياك يا متر. يلا يا منيرة اندهي جوزك قبل الأكل ما يبرد. يلا يا سليمان الغدا جاهز. جايلكوا حالا أهو. إيه ده يا حماتي ده؟ عاملين لنا وليمة؟ وبعدين بقى أنا أحسن آخد على كده. مالك خد مراتك هي اللي عاملة كل ده، أنا يا دوب ساعدتها. قولي الحق يا ماما. وأنا أقدر أتوصل لأكلك؟ ده كان زمان. مش كان فؤاد بيه جت غدا معانا؟ هو الغصان. حمامي جنن يا حمامي. بالهنا والشفا. القصر ده له احترامه، يعني كل واحد هنا لازم يحترم نفسه، واللي مش عاجبه يغوص في 60 داهية. مش عايز اي حد فيكم ينسى انا مين. مفهوم؟ مفهوم.
عم باشا رشيد يا فندم. أنا مين يا ولد؟ ومن باشا يا باشا؟ أنا مين يا ولد؟ من باشا يا باشا؟ أنا مين يا بنت؟ ومن باشا رشيد يا باشا؟ أنا مين يا بنت؟ ومن باشا رشيد يا باشا؟ أنا مين؟ كل شو بسرعة، يلا بسرعة 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 بسرعة. يا باشا يا باشا ارحم روحك، ما تعملش في نفسك كده. تصوري تصوري يا كوثر، اسمي بقى السيد نعمان. الباشا والبيه وكل الأنفار بقى اسمهم سيد. ويا ريت هيسكتوا على كده، هياخدوا كل الأرض، هيستولوا على كل الأملاك، هيعلقوا المشاريع للأغنياء يا كوثر، هيعلقوا المشاريع للأغنياء يا كوثر. لازم نسافر ونسيب البلد. انا مش فاهمه ازاي خرجوك من الجيش في البتاع ده اللي اسمه التطهير. الموقف يا بنتي اكبر من كده، لازم تبتدي تتعودي على حياه صعبه، حياه ما عشتهاش قبل كده. احنا للاسف مضطرين نسيب الفيلا، نروح نسكن في شقة صغير. يعني ايه الكلام ده يا دادي؟ يعني الحياة اللي انت عشتيها خلاص، وما اظنش هترجع تاني. تؤمر بحاجة يا باشا؟ سامي، في معاك يا ابني اوراق عايز تحرقها؟ لا دي هدومي. ما تاخذنيش يا باشا، انا مضطر انهي حياتي معاكم. بتقول ايه؟ الحقيقه انا مستقبلي في الجيش مع زمايلي اللي قاموا بالحركه، واعتقد اني لو فضلت على اتصال بسعادتك في احتمال اني اطلع انا كمان في النشره الجايه، واظن ده ما يرضيش سعادتك يا باشا. يا خسارة يا خسارة. فات الانتهاء يا حقير. ديتي انت طالعة. الأستاذ وهدان مستني سعادتك بقاله ساعة يا فندم. ايه خليه يدخل. صباح الخير يا سعادة البيه. اهلا يا استاذ وهدان، اتفضل. شكرا فندم، يزيد فضلك. ازاي الصحة ساعة البيه؟ متشكر يا سيد وهدان. في الحقيقة يا فندم أنا أول ما عرفتي إن سعادتك ونما إلى علمي إنك رقيت مدير إدارة التخطيط بالوزارة كاد يغمى عليا من الفرح. أي أيوة والله يا فندم كاد يغمى عليا. فوروني بالعافية وجيت على جناح السرعة عشان أبارك وأهني. بس عشان كده؟ طول عمري يا فندم طول عمري اقول سعادتك راجل شهم ولماح وشغلة ذكاء. طلباتك يا سيد وهدان.
في الواقع سعاده البيه سعادتك عارف طلباتي تقريبا يعني سعادتك سيدي عارفين عارف ان انا وحيلت على المعاش قبل السن القانونيه بخمس سنين يعني طلعوني وعندي 55 سنة يا ريت يا فندم سعادتك تتوسط لي عشان ارجع الخدمه تاني. في الحقيقه يا سيد وهدان انا ما اقدرش اوعدك باي حاجه. انت عارف الناس دي ما عندهاش اي محسوبيات. ايوه كل بقدر مجهودك. على طول ما بيخرجش مش عايز يشوف حد ولا حد يشوف حاسس ان كل ده شمتانه فيه. تصوري يا ماما تصوري طرد كل الشغالين اللي في القصر ولما قلت له تعالى الفرح على العمل. اسمعي يا كوثر انت تاخديه وتطلعي على العزبه جوزك كبر ومحتاج للهدوء وان شاء الله في العزبه احسبها تاني ان شاء الله. يا رب يا بابا. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. انا عملت لك البرام اللي بتحبه. تحب تاكل دلوقتي يا باشا؟ خلاص انا اسمي السيد نعمان سموني السيد نعمان. انت الباشا خونة نعمان خونة نعمان.